إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا سلنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا علقت أحلامنا نجمة سويا هي قوم والمدرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأولا كل عام وأنتم بخير، وجعل الله أيامكم كلها أعياد، وأدخل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وجوده وكرمه الفرحة على بيوت كل المسلمين، وأدخل الفرحة على قلوب كل المسلمين. اللهم اسعد المسلمين أجمعين، وادخل السرور على قلوب كل المسلمين. اللهم اجعل أيام المسلمين كلها أعياد وخير وبركة وأفراح يا رب العالمين. فهذا عيد الأضحى قد مر ومرت أيامه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أعيادا دائما. أما بعد، فعود حميد على الأخلاق. واليوم أن أتكلم عن خلق ترددت كثيرا قبل أن أتكلم فيه، ولكن وجدت أنه من الواجب علي أن أتكلم في هذا الخلق. قد يعتبره الكثير أنه ليس من الأخلاق، ولكنه أصل من أصول الأخلاق، وهو خلق حفظ الأسرار. خلق حفظ الأسرار. كثير منا عندما ينظر إلى خراب البيوت وتفككها وتضييعها، يجد أن الأصل فيها عدم حفظ الأسرار، إنما تبنى البيوت على الأسرار، وتبنى العلاقات على الأسرار، وتبنى الصداقات على الأسرار، وتبنى الدول على الأسرار. فلا ينبغي لإنسان أن يفرط في ذلك الخلق أبدا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف المنافق قال إذا تمن خان، فصارت علامة على المنافق أنه خائن لا يؤتمن على سر. أما المؤمن فهو يحتفظ بالأسرار. عندما تأملت سبب أكثر حالات الطلاق، هناك ظاهرة في المجتمع ينبغي أن تدرس دراسة جيدة، ما هو سر انتشار الطلاق في البيوت؟ فعلا يا جماعة، وهذه حقيقة لا ينبغي أن نكتمها. كل واحد فينا عندما يبحث في علاقاته قلما يمر 5 أو 6 من معارفه أو أصدقائه إلا وجد فيهم مطلق أو مطلقة. فما هو السر؟ السر إفشاء الأسرار. المرأة تجلس مع صديقتها، تجلس مع أمها، تجلس مع أختها، والأسوأ من ذلك
تجلس مع صديقها في العمل فتفشي له أسرار بيتها فتجعل بيتها كتاب مفتوح، يتدخل كل بقلمه ليشكل البيت ويعبث فيه. وكذلك الرجل مع صديقه، مع أبيه، مع أخيه، مع صديقته في العمل. تقول قد تكون صديقتها في العمل، صديقته في العمل لها مطمع، أو صديقها في العمل له مطمع، فيستغل تلك الأسرار في تخريب البيت ليصل إلى مظانه فتدمر البيوت. عندما جلست مع أحد المأذونين أو أكثر من أحد وأسألهم عن السر، عن السر في الطلاق، ليه الطلاق كتير؟ ليه الطلاق كتير جدا؟ يعني آخر إحصائية كانت نزلت من حوالي 5-6-7 سنين إن نسبة الطلاق في أول 5 سنين زادت 80%، يعني كل 5 4 بيتطلقوا. إسذ؟ قالوا عدم وجود الدين. عدم وجود الدين، البيوت قائمة على الدين. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والرجل لما يجي يعقد يقول على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا العريس والعروس تطلق على الرجل والمرأة، تقول على كتاب الله، ولي العروس يقول على كتاب الله وعلى سنة رسوله. عشان كده محتاجين النهاردة نوجه اهتمام شديد لأنفسنا الأول. احنا ليه بنفشي الأسرار؟ ونبدأ نحل تلك المعضلات. أول سبب لإفشاء الأسرار، أنا ليه بفشي السر؟ أنت أتمنتني على سر فأنا بفشي. أول سبب العجب. العجب، إيه علاقة العجب بإفشاء الأسرار؟ العجب والفخر. أنا قاعد في موطن فأريد أن أرفع من شأني وأنتقص من الآخرين، فيجي واحد يتكلم عن الشخص الذي أعرف سره، يتكلم عنه بإحسان، يتكلم عنه بمدح، يتكلم عنه برفعة، يتكلم، فأريد أن أرفع من شأني وأضع من شأنه. أقول له أنت تعرف عنه حاجة؟ ده أنا أعرف عنه 1 و2 و3 و4. فهذا عجب. الإنسان تعجبه نفسه، فإذا أراد الإنسان أن يرتفع فعادة لا يرتفع إلا على أجساد الآخرين. يبقى أول سبب لإفشاء الأسرار، وده اللي أنا محتاج أعالجه، إن أنا محتاج أعالج في نفسي، أنا بأعجب بنفسي ليه؟ أنا فرحان بنفسي ليه؟ أنا بحب نفسي ليه؟ يا جماعة، النفس في الحقيقة عدو واضح الملامح، قال فيه رب العزة عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء. فأنا لو خدت نفسي عدو هفرح بها ليه؟ همدحها ليه؟ هتكبر على الناس ليه؟ قال رجل من السلف كيف يتكبر من جرى في مجرى البول مرتين، خرج من مجرى البول في الرجل وخرج من مجرى البول في المرأة، هيتكبر ليه؟ يبقى أول سبب لإفشاء الأسرار العجب. العجب والفخر على الآخرين، فيشعر أنه ليرتفع على أجساد الآخرين فلا بد أن يفشي سره. 2، كل إنسان في طبيعة مننا أنه بيحب يطلع على ما منع منه. أنا عندي سر والآخرين محملين سر، فأنا أريد إطلاع الآخرين لأن كل الناس عايزة تعرف فلان راح فين، فلان بيعمل إيه، أنا عارف. فكل الآخرين بيضغطوا علي. هو كان بيقول لك إيه، يعني خذوا مشهد أنا كنت أريد أن أسرده منفصلا ولكن يليق بالمقام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع زوجته 9 صلى الله عليه وسلم، فتدخل فاطمة بنته رضي الله عنها وأحب الناس إليه، لا تخطئ مشيتها مشيته ولا شكلها شكله، من أكثر الناس شبها بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنه. فدخل وهو قاعد في وسط نساء 9
دخلت عليه مشيتها نفس المشية وشكلها نفس الشكل، فأدناها منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها جدا، خصوصا أن هي كانت فطلة، هي ستين زينب رضي الله عنهما. أما أم كلثوم ورقية فقد ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قربها منه وقعدها جنبي، فأصر في أذنها شيئا فبكت بكاء شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم بنته حبيبته قعدها جنبي وسألها في الفراش: عودي يا بنتي. وهذا طبعا الرجل عادة أنه بيحب بناته، يعني الرجل يميل إلى البنات فيدنيهن، خصوصا البنت تبقى جوزة بعيدة. النبي صلى الله عليه وسلم قربها وقعدها جنبي وأسر لها في أذنها بشيء، راح ميل عليها وقال لها كلمتين في أذنها فبكت بكاء شديدا. اثنين، لما لها بتبكي بشدة راح جاي في ودنها وراح قال لها حاجة، فضحكت ضحكا شديدا. فانتقال المشاعر من الضحك إلى البكاء أو من البكاء إلى الضحك يثير فضول الناس أجمعين، كل الزوجات عاديين فعايزين في إيه. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أمنا رضي الله عنها، بعد ما سيدنا صلى الله عليه وسلم قام وستنا فاطمة ماشية تقول لها إيه: بماذا أسرك يا رسول الله؟ قال لك إيه؟ فتقول فاطمة رضي الله عنها، وشوف تربية بيت النبوة، تقول هو سر. إيه دليل إن سر؟ إن هو قاله لها فين؟ في ودنها. تخيل، أنا قعدت امبارح وأنا بقرأ القصة دي أول امبارح، أتخيل أنا كنت وحدي وانا اتقال الموقف، فانت جيت بعد دقيقتين سالتني والله كان بيقول لي كذا كذا. ومعظمنا كده ان انت بتيجي تقول لي هو انت كنت بتقول لفلان ايه، وتبدا تنطلق. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تحدث احدكم مع اخيه بحديث ثم التفت فهو امان. انا بكلمك بقول لك انا رحت حته تلفونيه، انا عملت كذا، انا اشتريت كذا، انا بعت كذا، انا حصل بيني وبين مراتي كذا، انا حصل بيني وبين اخي كذا. فهذه امانه. الحديث وان كان ضعيفا، المجالس بالامانات. احنا قاعدين في مجلس بنتكلم، الكلام ده امانه لا ينقل الا باذن الاخرين. فتخيل ستنا فاطمه هتقول سر سيدنا النبي، مستحاله، دي متربيه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الموقف بقى بيكمل ازاي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يموت، وستنا عائشة لسه فاكرة الموقف، فتيجي لستنا فاطمة بعد ما مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لها ايه: ها، بماذا أسرك يا رسول الله؟ شوف الفضول، هي دي اللي احنا بنقول عليها ايه؟ التبيان، انه كل انسان يريد ان يتبين ما منع منه. انا كنت قاعد في الموقف فشاهد، انا اشوفك ديك ظرف، والظرف ده فيه ايه؟ طب انت شأنك ايه؟ سر، الرجل ده ظرف، انا شايفه بعتك في حد، بعتك فين؟ هذا سر، ما شأنك انت. ستين عايشة الفضول عندها عالي، فبدأت بالفضول تريد ايه؟ ان تعرف السر. فتقول لفاطمة ايه؟ عزمت عليك. والعرب كانوا يعزمون العظيمة، كانوا يعظمون العزيمة، يعني انت لما تقول الواحد عزمت عليك تعمل كذا، فكانوا يعظمونها ويعتقدون ان شيء كبير فيفعلون ما يطلب منهم. فانا لما اجي اقول لك النهارده انا عزمت عليك تتغدى عندي، فكاني بقول لك والله لا تاكل عندي. كان العرب يعظمون العزيمه. فلما عزمت عليها فاطمه رضي الله عنها اخبرتها. بس السر قعد محفوظ قد ايه؟ اصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات، وبرضه لما تكتشف السر هتكتشف ان السر كان كده، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لفاطمه رضي الله عنها، بيقول لها ايه؟ بيقول لها: جبريل عليه السلام كان يعارضني القرآن مرة، يتدرس مع القرآن، ففي هذه السنة عارضني القرآن مرتين، وما أرى هذا إلا اقترب أجلي. شوف بيقول للبنت إيه؟ بيقول لها واحد مننا بيبقى كبر في السن، فبيقول لبنته أنا في حاجات كده شايف، فحسس ان خلاص دنو اجلي، فانا من دنو اجلي انا بدات احس بكذا وكذا وكذا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيستشهد على موته بقصه ان سيدنا جبريل عليه السلام كان يدرس القران كل سنه مره، في هذه السنه درسه جبريل عليه السلام القران مرتان، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد ماشي ونزلت عليه سوره النصر فاذ قراها فبكى ابو بكر رضي الله عنه. قيل ولم تبكي؟ بص للفهم برضو، اصل
الأفهام هذه منا. لما سئل علي رضي الله عنه أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم آل البيت بشيء؟ قال لا، إلا فهم يؤتاه رجل في كتاب الله. فالفهم رزق، كون أنك أنت بتفهم دي نعمة. إلا فهم يؤتى. وهذه الصحيفة، الصحيفة كان مكتوب فيها الإنسان المقتول ديت، مكتوب فيها الديات. فالفهم نعمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النصر يبكي سيدنا بكر، والصحابة كلهم قاعدين ساكتين. قال له طب اشمعنى أنت اللي بتبكي، في إيه؟ قال ما أرى هذا إلا تبشيرا بموت رسول الله، أو تبشيرا بانتهاء أجلي. هو قال لي عشان الرسالة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، خلاص انتهى دورك، الناس دخلوا في الدين، فسبح بحمد ربك تفرغ للعبادة، وبعد كده هتموت بقى خلاص. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا فاطمة ما أرى هذا، ما أرى هذا إلا الدنو وأجلي. فلما بكت بكاء شديدا أسرها، قال ألا أخبرك بشيء؟ قالت ما هو؟ قال أخبرني ربي أنك ستكون سيدة نساء العالمين. فضحكت. بس الشاهد عندي، بص السر قعد قد إيه؟ يعني قعدت أكيد السر ده قعد سنين، فالإنسان بيحافظ على السر سنين. عشان كده العرب كانوا بيعظموا الموضوع ده جدا جدا. وبرضه قصة تانية أنا كنت عايز أجلها، بس برضه خلينا ماشيين مع الحكاية طالما المقام يسمح. سيدنا أنس رضي الله عنه واقف في وسط الصبيان بيلعب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله في شأن، قال له روح اعمل الشيء الفلان. مفروض أن سيدنا أنس كان بيخدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، كان خادم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما بيخلص الخدمة بيروح لفين؟ لبيته لأمه. فسيدنا أنس رضي الله عنه، أما أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعته المشوار، بعته يقضي حاجة، تأخر، فذهب إلى أمه. فالتربية برضو مهمة جدا في التربية، أن تسأل ابنك أنت كنت فين؟ أنت تأخرت ليه؟ أنت ما جيتش معادك ليه؟ أنت معادك الساعة 2، الساعة 6 كنت فين؟ كثير من الآباء لا يهتم بقضية خروج الأبناء أو دخولهم. كثير من الآباء ما بيهتمش بقضية مين أصحاب أولادك. كثير من الآباء ما بيهتمش بتلفونات الأولاد، وهذا تدمير لأخلاق الأولاد. يا جماعة، رب العزة عز وجل لما أحب أن يربي عباده جعل أعلى مقام من مقامات العبادة الإحسان، وهو المراقبة. فالمراقبة أصل أنك أنت تشوف تليفون ابنك بيكلم مين، بيتصل بمين، مين اللي بتتصل بيه، تشوف تليفون بنتك مين دي ومين ده، تتفرج على الصور، تتفرج على الفيديوهات، تعرف تليفون ابنك فيه ايه، تعرف ابنك بيروح فين، تعرف ابنك بيجي منين، تعرف ابنك معاد المدرسه الصبح الساعه كام وبيرجع الساعه كام، تعرف معاد الدروس الساعه كام، بيروح الساعه كام، بيخلص الساعه كام، تعرف بياخد الدروس في بيت مين وبياخد مع مين. وهل يفسد الشباب الا الشباب؟ وهل يضيع الشباب الا الشباب؟ وهل تفسد النساء الا النساء؟ وهل تفسد البنات الا البنات؟ فسيدنا انس شغال خادم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اتأخر أمه بتسأل أنت تأخرت ليه؟ قال لها كنت أقضي حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما هي؟ قال سر على مين؟ على أمه. اوعى تقول إن الولد ده بيعمل ده من نفسه، بالعكس ده هي أمه اللي مربياه، ولكن أحيانا الأب ينسى فالابن يذكره، او احيانا الام تختبر، فالام بتختبر ابنها، ها كنت رحت تعمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها هو سر. ايه الاعجب من ده؟ والله لما تدرس اخلاق الجيل الصحابه، والله يا جماعه والله هذا جيل يستحق التمكين على الاطلاق. بص الموقف ستنا فاطمه رضي الله عنه، وبص الموقف انس رضي الله عنه، دول موقفين بساط بساط جدا.
ان بالنسبه لنا احنا بنقراهم كده بساط، لكن في الحقيقه كلنا بنعاني. يعني ايه؟ لما تحصل مشكله ما بين الزوج والزوجه، اول حاجه بتحصل ان كل الغسيل اللي موجود في البيت بيتنشر، فالمراه تقول كل شيء والرجل يقول كل شيء، حتى يصير البيت كانه من زجاج. عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان مشكله بسيطه تخرج كل اسرار الرجل، كل تاريخه الاسود، وهو يخرج كل تاريخها الاسود من يوم تزوجها، من يوم مولدها حتى ساعتها. ليه؟ البيوت بنيت على الاسرار، حضرتك لا ترغب فيها طلقها، ولكن احتفظ باسرارها. هي اسرار. رجل اغضب امراته، مراته زعلانه منه، قيل له ما لك وامرأتك؟ في بينكم امرأتك؟ قال هي امرأتي ولا أفشي سر امرأتي. فلما طلقها قيل طلقتها، ها أخبرنا. قال هي ابنة رجل. عيب قوي لما يبقى الرجل مربي بنته وانا طلع أسرارها وافضح بنته. فلما تزوجت قالوا له قد تزوجت أخبرنا. قال هي امرأة رجل آخر فلا أفشي سر الرجل الآخر. شوف الأخلاق النهاردة مع أول مشكلة الدنيا كلها بتعرف كل حاجة عن البيت، حتى وصل الأمر إلى غرف النوم. ليه؟ ليه؟ أنت قاعد أنت ومراتك بتحل المشكلة، خرجت من الأربع حيطان بقت مشكلة تانية، مشكلة والطرف التاني عملها مشكلة. ربنا قال كده فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. حكم يعني عاقل لبيب بيفهم بيسمع مش بيكبر المشكلة. ثم قيض رب العزة عز وجل المسألة فقال إن يريد إصلاحا، إذا كان الحكم ده عايز يصلح يوفق الله بينهم. معنى كده أن أنا لو بعثت الحكم ده مش عايز الإصلاح لن يوفقه الله. فعشان كده اي واحد يروح يحل مشكله بين زوج وزوجته اول حاجه يبقى نيته والله انا رايح اصلح. كثير من الناس يقول لك انا ما بتدخلش في طلاق ابدا، انا بتاع اصلاح بس، انا مش بتاع طلاق. فعشان كده عايزين ننبه على الزوجات، سر بيتك لا تخرجيه. اوعى كلمه تخرج من جوزك مهما كانت حجم الكلمه، مهما كان حجمها، مهما كانت الكلمه، لا تخرج. فالبيوت أسرار، والبيوت لها حوائط، والحوائط تحمل الأسرار. كذلك الزوج لا يفشي سر امرأته. في النهاية الإهانة لك، أنت الرجل، أنت الرجل، كيف تخرج سر امرأتك؟ بص أنس رضي الله عنه يروح لأمه يقول لها سر الأعجب بقى والأجمل والأحلى والأمتع، عشان تشوف الناس دي كده متربية إزاي. سيدنا أنس رضي الله بعد ما مات سيدنا أنس بسنين بيحكي لواحد من تلامذته اسمه ثابت البناني. ممكن سيدنا أنس بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 40 سنة أو أكثر، بعد موت ب 30 سنة مثلا، 40 سنة مثلا. سيدنا أنس رضي الله عنه يقول للثابت البناني إيه؟ يقول له لو أخبرت أحدا لأخبرته. يقول له ايه؟ لو انا قلت لحد السر ده كنت قلته لك، انا بحبك. كان بيقول لثابت البناني كده، لو راك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبك. يقول له انا بحبك بس انا ما قلتش لحد السر ده في حياتي، ولو كنت قلت لحد كنت قلته لك. برضه بنركز على نقطه فضول الام. الام بتقول طب السر ايه؟ هو فضول، وكتير مننا عنده الفضول، فمحتاجين نحتفظ بالاسرار، باسرارنا اولا. يا جماعه احنا عندنا مشكله كبيره ان احنا لا نحتفظ باسرارنا. كتير مننا ملوش قدره على انه يحتفظ بسره. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه بيقول كلمه جميله انا عايزكم تحفظوها، يا ريت نكتبها كلنا كده نحطها قدامنا. يقول سري، يقول ايه سري؟
إذا ناء به صدري فسينوء به صدر غيري. أقول تاني حاضر. سري إذا ناء به صدري, صدر تقيل ما قدرش شيله, بس كتير مننا بيبقى عنده سر, عرف حاجة مثلا أو عمل حاجة, فهي واقفة هنا يا دوبك بس افتح. ها ها, أول ما يقعد مع واحد أنا عملت والله وسويت وأنا قلت وأنا رحت, وبعد ما يخلص إيه اللي خلاني قلت أنا إيه؟ عشان كده برضو سيدنا عمرو بن العاص بيقول كلمة جميلة, بيقول القلوب أوعية الأسرار. القلوب دي الحلة بتاع السر, والشفاه أقفالها. السرك في قلبك والشفاه في قفلة, والألسن مفاتيحها. مين اللي بيفتح الإقفال بتاع الشفايف؟ الألسن. فلا تعطي امرئ مفتاح سرك. يقول لك إن القلوب أوعية الأسرار والشفاء الأقفال والألسن المفاتيح. إذا أنت كلمت يبقى أنت اديت الآخر مفتاح سرك. خلاص, يقولوا سرك أسيرك. بيقولوا إيه؟ سرك إيه؟ أسيرك. أنت حاطط سرك أسير في قلبك, فإذا أعطيته غيرك صرت أنت أسيرة. أنا قلت سري لواحد. كتير مننا لما يقعد مع حد من أصحابه, خصوصا أصحابه الجداد, فيبدأ كل واحد يحكي عن التاريخ بتاعه, فيقول له إيه, والله أنا زمان عملت المعصية الفلانية, عملت الذنب الفلاني, ارتكبت الفاحشة الفلانية, سرقت كذا, نصبت على فلان, عملت على فلان. يقعد مع مراته أول ما يتجوزه في حالة حب وحالة مودة, ويبدأ يطلع كل الصندوق الأسود بتاعه. أول ما تحصل مشكلة مراته تروح مطلع ليه الصندوق الأسود وفتحة. طب ما أنت سترك الله, ليه ما تفضح نفسك؟ تقعد تحكي مع صاحبك, تحكي أسرارك ليه؟ تحكي الصندوق الأسود بتاعك ليه؟ ربنا سترك, أنت تفضح نفسك ليه؟ أنت ارتكبت الذنب الفلاني ما حدش يعرف, طلع انت تقول لي ايه؟ يبقى حاجتين عشان احنا ما بنتحملش الاسرار. واحد العجب, اتنين طبع الانسان تبيانا ما منع منهم, ثلاثة التشهير بالاخرين, ودي اسوأ شيء. ان انا اتخنقت مع واحد كان صاحبي, كان حبيبي, وكان قريب مني قوي, وبصراحة أنا كنت بحبه, بس فجأة مش عارف حصل المشكلة, المشكلة الصغيرة قامت العلاقة بينا اتقطعت. فببدأ أطلع بقى زي ما قلت لكم من شوية الصندوق الأسود, كل اللي أنا أعرفه عنه. وطبعا لا يذكر أحدا في هذا الموقف أحد بخير, كل الصفحات السوداء عندك, الصفحات البيضة خلاص بتنمحي, ولا يبقى إلا كل ما هو أسود. فكل ده تشهير, تشهر به, تفضحه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بيقول ايه, بيقول في صفات المنافق, واذا خاصم فجر. اسمعني, من صفات المنافق ايه؟ انه اذا خاصم ايه؟ فجر. خدها مرة ثالثة, وإذا خاصم فجر. عايزين نحفظ الكلمتين الأولين بتاع عمرو بن العاص رضي الله عنه, إذا ناء سري, إذا ناء به صدري, ناء به صدر غيري. ما تحملوش صدري مش هتحمله صدر غيري. اثنين, من صفات المنافق أنه إذا خاصم فجر في الخصومة. فجر, فجر يعني فضحه, جاب كل بلوي, جاب أسوأ ما يعرف عنه. عشان كده في حاجة أنا كان نفسي خلق جميل أتكلم عنه, والله إن شاء الله يمكن ربنا سبحانه وتعالى لو رزقنا من العمر أن نلتقينا مرة أخرى أن نتكلم في خلق اسمه خلق الإنصاف. خلق الإنصاف, إن الإنسان ينصف في المحبة وينصف في البغض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول, اللهم إني أسألك كلمة الحق في الرضا والسخط. إني اللهم إني أسألك إيه؟ كلمة الحق في الرضا والسخط.
اما اكون راضي تقول كلمه حق، ولما اكون بتكره تقول كلمه حق. عشان كده الانصاف في الخصومه انك انت لا تذكر مساوئه، مش عايز تقول محاسن ما تقولهاش. السلام عليكم، معانا اتصل ناخده دقيقه واحده اذنكم. ام عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن نرفع الصوت شويه يا استاذ عدنان؟ ايوه ارفع صوت حضرتك اتفضلي. ام عبد الرحمن لو سمحت، انا كنت بس عايز اسال لو في مثلا صاحبه ليا مثلا بفك نفسي معاها وكده، ويعني هي دي الوحيده اللي في حياتي يعني، ومثلا بفك نفسي معاها وبقول لها على كل حاجه هي برضه ما بتخبيش عني حاجه، هو ده كده حرام يعني ولا ايه؟ ما دي اسرار الخوف بس إيه؟ دي اسرار، هي اسرار بيتك. الخوف دلوقتي ان يحصل مشكله ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، فما توافق منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. نفترض ان قلوبكم افترقت، فهي معها كل اسرارك وانت معك كل اسرارها، هي امينه. الحمد لله احنا ماشيين انا وهي يعني ما يرضي الله يعني بينا من بعض ربنا يعني، ما فيش بينا لا مثلا كلام الخوف بس يعني. الخلوب بس للقلوب تتغير. بس انا 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 اعرف يعني ان طالما بني ادم بيحب بني ادم لربنا فالعمر القلب ما هيتغير، لان حاطين ربنا بينا يعني الحب. والله نسال الله سبحانه وتعالى ان يديم بينكم المحبه ويصرف عنكم نزغات الشياطين، لكن برضه في اسرار ما ينبغيش انها تتقال. يعني في حاجات الحكاوى العاديه، انا رحت انا جيت انا اشتريت انا بعت انا، الحكاوى العاديه اللي بيسموها فضول الكلام دي شيء. لا لا ساعات بيبقى في مشكله بيني وبين جوزي، هي مثلا في مشكله بينها وبينه، فانا بحب افك نفسي معايا، اللي ساعات بتخانق بحس ان انا خلاص مش قادره ما احكيش لحد، فبحكي لها هي يعني مثلا، هي عمرها ما غضبتني ان انا احكي لها، بس انا بحس بالراحه معاها يعني. هو كده حرام يعني؟ هو الانسان بيحس احيانا انه محتاج ان حد يشكي له، بس برضو الانسان زي ما بنقول كده ان الانسان اذا افضى سره الى الانسان فصار اسيره. لو قدرنا ان احنا نكتم اسرارنا ونحاول مشاكلنا، كان ابن القيم عليه رحمة الله يقول: لا يخلو العبد من ساعة يشكو فيها الى ربه. فالانسان لو سجد وظل يناجي الله ويحكي له مشاكله فهذا امن سر. الاخت لسه معنا ولا؟ عشان كده احنا عندنا بيت شعر رائع قال ايه: احيانا من كثر المشاكل، يعني الواحد ما ينكرش ان في بعض احيان من كثر المشاكل انت بتحتاج حد زي ما قالت الاخت حد يفضفض له. فقال الرجل: شكوت وما الشكوى لي مثلي عاده، انا مش طبعا ان انا اشتكي، ولكن تفيض الكاس عند امتلائها. احيانا الواحد من كثر الهموم بيحتاج ان حد يحكي له، ولكن خلي الكاس نغطيها وخلينا نحتفظ باسرارنا اولى. المهم التشهير، انا كنت عايز اقول لكم الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احيانا احنا بنفرط في المحبه واحيانا بنفرط في البغض. يعني اذا ابغضت فدع مجالا للمحبه، واذا احببت فدع مجالا للبغض. الحديث حسين الشيخ الالباني قال: احبب حبيبك هونا ما، بلاش الحب الجارف قوي، عسى ان يكون بغيضك يوما ما. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فإذا الإنسان أبغض إنسان يسيب فرصة للمحبة ما يطلعش كل الحقد اللي جواه، والإنسان إذا أحب إنسان ما يطلعش كل المحبة يسيب مجال، لأن القلوب تتقلب. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما توافق منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. فإحنا عايزين نبقى حريصين ان احنا لو حصل مشكلة ما نطلعش كل التاريخ الاسود، كل صندوق الاسود، بالعكس نحتفظ باسرارنا من خلق الانصاف. اربعة، كثير من الناس ودي يستفيدوا ماديا، يستفيدوا ماديا من الاسرار. اللي بيصاحب واحد مشهور فيكتف مذكراته ويطلع الاسرار، اللي بيبيع الاسرار الحربيه للدوله والاسرار العسكريه، فهذا كله لا يجوز شرعا، بل العكس ده بيعتبروه من الجاسوس حد يعني، على ما اظن ان عقوبته شديده في الشريعه. الجاسوس يعني سيدنا عمر لما ارسل حاطب المراه لتخبر اهل مكه بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر
قال للرسول صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق ذلك المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أهل بدر ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اذهبوا ففعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالعقوبة شديدة. يبقى أنا عندي أربع أسباب عشان نركز أنا ليه ما بحتفظ بالأسرار. واحد العجب والفخر، اثنين جبلت النفس على حب معرفة كل شيء عن الآخرين، ثلاثة التشهير بالآخرين، أربعة الاستفادة المادية. دي أربع أسباب رئيسية لأن الإنسان يفشي أسرار الآخرين. طيب أنا عايز أتكلم أنا مين اللي أحتفظ بسري؟ المقام الظاهر ضاق بينا أظن خلاص كده أستاذ عدنان ولا لسه؟ فإحنا معنا ثلاث دقايق، فالثلاث دقايق دول إحنا نحكي فيهم حكاية واحدة، نشوف مدى حرص الصحابة رضوان الله عليهم على حفظ الأسرار. شوف الجمال، بس شوف جمال الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شوف جمال الأخلاق في المجتمع المثالي، أنا بسميه المدينة الفاضلة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان عنده بنت اسمها حفصة رضي الله عنها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. لما تأيمت يعني صارت أيما، يعني جوزها مات، فبحث لها عن زوج. الرجل الصالح يبحث لابنته عن زوج، ما فيش مشكلة شرعية أطلاقا إن الإنسان يعرض ابنته على رجل صالح. سيدنا عثمان عرض عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته اللي هي حفصة، قال أترغب في الزواج من حفصة ابنتي؟ فقال دعني أياما أفكر. فبعد أيام عاد إليه عثمان رضي الله عنه قال لا حاجة لي بالزواج. يبقى سيدنا عمر رضي الله بنته جوزها مات، فبيدور لها على زوج صالح. راح لسيدنا عثمان رجل صالح يريد أن يزوجه ابنته. سيدنا عثمان بعد أسبوع على حاجة قال والله أنا مليش رغبة في الزواج، فعرضها على أبي بكر رضي الله عنه قال ابنتي حفصة ألك رغبة بها؟ فسيدنا أبو بكر سكت ما ردش عليه، لا قال له آه ولا قال له لا. عد أسبوع، عد أسبوعين، كل يومين ثلاثة مع بعض، كل يوم مع بعض وما يردش عليه. قال فوجدته، فقال أنا ضايقت جدا في صدري، متضايق جدا سيدنا أبو بكر. أنا سيدنا عثمان لما قال لي لا خلاص أنا ارتحت، خلاص عرفت الموضوع انتهى، لكن سيدنا أبو بكر أنا ضايقت. ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فجاءني أبو بكر رضي الله عنه فقال لعلك وجدت علي لما لم أرد عليك في حفصة. سيدنا أبو بكر راح لسيدنا عمر رضي الله عنه يقول له أنا حاسس أن أنت زعلت مني عشان أنت لما عرضت علي حفصة رضي الله عنه أنا ما ردتش عليك. ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، يعني يقول أنا عايز أتجوزها، أنا عايز أخطبها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الجمال ده، شوف الحلاوة دي، شوف المتعة دي، شوف الأخلاق دي. هو قاعد في مجلس، فسيدنا صلى الله عليه وسلم هو بيقول له خلاص أنا حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أنا هخطب، أنا لو سمعت الخبر ده هجر على سيدنا عمر وأقول له أبشر افرح يا عم هيص يا عم، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن بنتك عايز يتجوزها. شوف الفرق. التاني عمل ايه؟ سكت خالص لحد ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبها واتجوزها، وراح لابوها قال له ايه؟ قال له انت قلت لي، وانا عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قدامي حكى قدامي انا استحال اقول سره، فانا ما ردتش عليك، لا قلت لك اه ولا قلت لك لا، مستني لما سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف حفظ الاسرار. معلش احنا كلام ذو شجون، كلام بتحس انه هو بيخبط في القلب عندما تتكلم عن الاسرار. لنا لعله ان مد الله بنا العمر يكون لنا لقاء اخر مع حفظ الاسرار. ما تنسوش انا بقول السر ليه؟ عجب، فضول، تشهير، استفادة مادية. اوعى تقع في الأربعة دول. نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا،
واجعله حجة لنا لا علينا. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. قولوا سبحانك اللهم وربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة سوية، هيا قم والمدرك العليا سوية. عنقت أحلامنا.